story that would take ages to tell. كان غايز مجرد شاب متدرب لما عرف لأول مرة بالقوة الفامدة التي شكلت العالم. وكان سيده أو المسؤول عنه ساحر يدعى تايروس، عضو في جماعة قديمة كانت مهتمة في جمع وحماية أخطر القطع الأثرية في جونتورا. Magic dooms us, or perhaps it can save us. وفي يوم سمع غايز تيروس بيتكلم بصوت واطي مع ساحر تاني، بيتكلم في حاجة اسمها رنين العالم، وعندما لاحظ تيروس تلميذه أنهى المحادثة فجأة. No time to talk. ومع ذلك الجهود الكبيرة الذي بذله النظام في فهم الحروف الرونية استطاع القليل منهم فهم أهميتها أو القوة المطلقة الموجودة بداخلها، بس كلهم اتأكدوا أنها أسلحة يمكن أن تنقلب ضد أعدائهم. وفعلا سافر جيز وتيروس بين شعوب فالران المختلفة في محاولة لتهدية جنون العظمة وتشجيع ضغط النفس، ولكن مع مرور الوقت أصبحت مهمتهم غير مستقرة بشكل متزايد. I work alone. وفي منطقة نوكسية تم توجيه الضربة الأولى للحروب الرونية، وكان في دولتين بيحاربوا بعض أو ضد بعض، واشتد التوتر ما بينهم، وكان تايروس بيتكلم في المفاوضات مع رؤسائه وبيحاول يصلح المواضيع، ولكن للأسف ازداد الصراع ما بينهم، وده أدى لهروب تايروس وريز من مكان المفاوضات، وفي لحظة اندلع انفجار هائل على نطاق واسع جدا. اختفت المباني والناس في لحظة، في لحظة كل شيء انتهى. وحدك في الفتحة الكبيرة الممزقة في العالم لم يتبقى شيء، ولا حتى القرية التي وصفها بأنها موطن. So I vowed never again. وسرعان ما ابتدت الحرب المفتوحة في جميع أنحاء جونتيرا، وابتدى جيز يحس أنه مضطر للانضمام إلى الحرب، وما زال تايروس ينصح الآخرين للعودة إلى السلام وإنهاء الحرب. ولما قابلوا الناس اللي بتتحكم في الأحرف الرونية وجد أن الكثير منهم عرفوا خطر الإبادة الكاملة لهذا العالم. كان المفروض الحرب دي تقف لما كل واحد فيهم يسلم طلاسيم الأحرف لتيروس، ولكن مفيش حد كان عايز يبقى هو الأول في تسليم الطلاسيم. أو بمعنى أصح ما كانش عايز يستسلم الأول. ومع مرور الوقت وانتشار الصراع ما بينهم لاحظ ريز سيده يتعامل بغرابة. Power changes everyone. وكان تايروس في الوقت ده بيحضر اجتماعات سرية مع قادة ورؤساء من دول مختلفة، كان بيرسل ريز في مهمات ليها أهمية قليلة لعدة أسابيع. وفي نهاية المطاف قرر غايز بمواجهة تيروس. Trust no one, especially those who seek power. وفي المواجهة لقى غايز ان تيروس شايف ان البشر العاديين مثل الاطفال المتهورين يلعبون بالسلطات من غير ما يفهمون، وحاول غايز ان يوقفه عند حده لكن مفيش فايدة من الكلام. كان الراجل اللي طول حياته بيدور على سلام العالم اتغير 360 درجة، واصبح لديه الان الوسائل لتحقيق نهاية كل شيء حي على الكوكب، وكان على غايز ان يتصرف بسرعة حتى لو كان هيضطر لتدمير صديقه الوحيد في هذا العالم. This ends badly. وفي لحظة اطلق العنان لكل السحر الذي يمكن حشده. This might burn. بعد لحظة كانت جثة تيروس مرمية على الارض مشتعلة.
وسرعان ما دمرت أعظم الحضارات بعضها البعض. لتنتهي الحرب، وأدرك رايزا الآن المهمة التي ورثها. طالما أن العالم لا يزال غير آمن، فإن جونتيرا محكوم عليها بالعلاج. It transformed fields of bare stone into wonders of life and magic. It carved mountains, drained oceans, and burned skies. ومنذ ذلك اليوم بيلف العالم بحثاً عن آخر أحرف الرونية المتبقية. It never faded. It only grew stronger. Hidden away, waiting to be found. The stronger it grows, the louder it calls. Others seek to claim this power for strength, balance, control. Few can resist the call of power. Many say I hold too much power. وبيحتفظ بيهم في أماكن سرية بعيدا عن الأعين المتطفلة والجشع. Others say I can't be trusted. Maybe they're right. But the only power I truly have is the strength to let it go.